في 2010 لما كانت السياحه شغاله ما كانش حد يرضى قعد مصريين عنده، ما حدش يستضيفه. بالعكس انا لما كنت بقف هنا وبقى في ناس جايه وناس نظيفه جدا، يعني ناس راقيه جدا وتعليم عالي وناس مهذبه، لما يجي يعدي يقول السلام عليكم اقول لهم اتفضلوا، يبقوا مش مصدقين نفسهم ان واحد بيقول لهم اتفضلوا. لما يروح عند حد يقول له اعمل لهم كده قدام يعني اللي هو بطريقه غير مقبوله. تمام. دلوقتي بقى بيتنشقوا بقى، يعني عشان ما فيش بقى الخواجه اتمنع، فيتنشقوا للسياحه المصريه.